بلاد الحبه هي اللي تنسينا التعب وتنسينا المنواد بكري، وكي نجيو نسمعوا هذه الكلمات والله غير صح والله في سبيل ارضاء هاد المشاهدين. لينا نكملوا وصفه ولا انا نعطيك الموقف اللي على تاع الحرك؟ تفضلي تفضلي. مرحبا مرحبا لينا، انت حتى نسقسيك مولات الدار هذا اللي نحبه. انا الموقف اللي عجبني بزاف ايمان نهار اللي مدوا الورود، نهار اللي وزعوا الورود، يعني هذاك الموقف تنشر عبر العالم كامل وضربوا بهم الامثال. صح صح، يعني هذاك النهار اللي مدوا فيه الورود على النهار لا ينسى. كانت كل يوم نشوفوا فيه صوره جديده، كل يوم نشوفوا فيه صوره تبين باللي صح شعب استثنائي، شعب صح يحب روحه يحب بلاده، يحب انه يشوف بلاده في اعلى المراتب ومتضامنين. يعني وما ننساوش ايمان انه كي نتذكروا الحراك واليوم الاول اللي بدا فيه الحراك ما ننساوش نترحموا على روح القايد صالح. صح. اللي كان تعهد بلي ما تسيل حتى قطره دم. صح. وكان وفى بالعهد. صح. والحمد لله ربي يرحمه وايضا يرحم كل شهداء الوطن وكل الناس اللي ضحات على هذه البلاد وحتى نشوفوها في امن وامان. ونوجه تحيه من هذا المنبر لكل افراد الجيش الوطني الشعبي والامن الوطني المرابطين والساهرين على حمايه حدودنا، حدود هذا الوطن اللي ان شاء الله يقعد دائما يلعب في سلم وفي أمن.